اهلا بيكم متابعي قناه الصحه والجمال وحلقه جديده من برنامج بكره احلى. احنا بنستعرض برامج مرشحي مجلس الشعب وبنتكلم اكتر عن الشباب والشباب اللي بيخوض الانتخابات البرلمانيه 2020 ليه وايه الهدف، بيخوضوا تحديات وعوائق وكمان حاجات صعبه بتقابلهم. النهارده احنا في محافظه الدقهليه في مركز شربين وتكرنس وبني عبيد، تحديدا في قريه نجير، عشان نتكلم عن برنامج انتخابي وطموحات شاب من شباب الدايره. طلع واجتهد وحاول ان هو يبني نفسه بنفسه زي اي شاب واي حد طلع خارج مصر، لكن فكره خوض الانتخابات جات له ازاي وبدا يتكلم عنها وايه الهدف منها، ده اللي هنعرفه منه النهارده. عشان كده برحب بالاستاذ احمد حسين خطاب او المهندس احمد حسين خطاب. نورتنا والله، واحنا سعداء ان احنا نضيفه عند حضرتك يا باشا. انتوا نورتونا وسعدتونا بجيتكم الجميله ديت، وشرفني ان انا اقعد مع شاب واعد، شاب جميل يعني بجد، ثقافه بسم الله ما شاء الله عليك. نورت كفر ابو ناصر، نورت الوحده المحليه بنجير. طبعا انا احمد حسين خطاب من كفر ابو علي، تابع للوحده المحليه بنجير، التابعه لمركز ذكرنس، التابعه لمحافظه الدقهليه. كنت عايز اعرف من حضرتك في البدايه فكره خوض انتخابات مجلس النواب، هل دي اول مره ولا دي كان في تجارب سابقه قبل كده، وكان ايه الهدف؟ يعني حضرتك رجل اعمال زي ما حضرتك قبل ما نتكلم قبل التسجيل، ورجال الاعمال عندهم مشاريع خاصه، في بعض رجال الاعمال بيحاولوا ان هم يبعدوا عن الحياه السياسيه، لكن عايز اعرف منك بالظبط يعني ايه الهدف من نزولك الانتخابات والترشح؟ هي كلمه واحده بس، عشان خاطر الناس الغلابه اللي في البلد دي، بجد الناس دي تستاهل كل حاجه كويسه، وفقدوا المصداقية في قيادات السياسية اللي نزلت قبل كده مننا بكتير، فعايزين نعوضهم الثقة، عايزين نرجعهم تاني فعلا يبقى عندهم ثقة. أيوة أنا ما دخلتش الانتخابات قبل كده، بس ليا تجارب في إن أنا كنت في حملة أحد المرشحين السابقين الدكتور عادل التابعي، وكنت برضك في حملة الدكتور الحسين عز الدين، برضك خدت تجارب برضك، وكان برضك عمي صابر خطاب من القيادات السياسية هنا في البلد، فتعلمت منه حاجات كتير، والعمدة حسين عبد السميع هنا، الناس ديت يعني فعلا بعنا كلمة سياسة، والسياسة الشريفة مش سياسة حاجة تانية يعني. طبعا عشان أفكر في انتخابات كأي شاب من الشباب، أنا بقالي 20 سنة برا مصر، وكل انتخابات بعد الانتخابات الناس تقعد تعيط، المرشح ما عملناش حاجة، اللي احنا اخترناه انتوا اخترتوه يا جماعة، لك ما اخترناهوش، ده هو نجح كده. فطبعا كلمة نجح كده جيت ابص لقيت الناس بتختاروا بجد، مفيش اي حاجة في الانتخابات، الناس بتضحك عليهم، ناس طيبين عندنا، ناس غلابة بتضحك عليهم بأي حاجة، فخلاص بيجي واحد غير اهل للمسؤولية، بيجي يخدم حاجة معينة. طبعا انا ماليش خدمات في مصر خالص، ماليش اي مصالح داخل مصر عشان اخدمها اصلا، الحمد لله انا 20 سنة برا مصر، وما قلت انا عايز اعمل حاجه لاهل بلدي، ونفسي اعمل حاجه لاهل بلدي. انا لما كنت ماشي على الطريق بتاعنا والطريق ما صلحش ليا يا جماعه، قال لك جاله اعتماد والاعتماد الصرف، طب مين اللي صرفه؟ قال لي اسال عضو مجلس الشعب. طب تيجي تسال عضو مجلس الشعب يقول لك والله اسال المحافظه، فتيجي تبص لنفسك في دايره مغلقه، ما انتش عارف توصل لحاجه. فمن 3 4 سنين او من 3 سنين يعني قلت خلاص، يعني انا اولى باهل بلدي، انا عايز اعمل لهم بجد، فاتجهت بقى للعمل العام. الحمد لله انا اتجهت ممكن من 12 13 سنه برضو على قد ما قدرت يعني، بس نزلت بقوه من 3 سنين الحمد لله، جيت عملت مستشفى ذكرنس العام. طبعا بعد شويه تعب كده في شهر واحد اللي فات في وفاه والدتي، الدكتور علاء حبيب قال لي والله احنا عندنا المستشفى محتاجه قسم عزل. طب يا دكتور قسم العزل ده يكلف قد ايه؟ قال له والله يكلف مبلغ بسيط بس ممكن يتعدى ال 200,000. قلت له مش مشكله، بدل حاجه مش موجوده في الدقهليه ماشي نعمل قسم العزل واعمله صدقه باسم والدتي يعني. فكان ده من ضمن الحاجات اللي انا عملتها عمل عام. برضو كان ما رحت مدرسه ميت الحلوق بدعوه برضو من مديره المدرسه، الكلام ده من سنه ونص تقريبا، فانا كنت هناك الصبح، فكان هم عايزين كرتونه ورق يا جماعه، زي الاداره التعليميه ما تفرقوش كرتونه ورق، قال لك والله ما عندنا ورق عشان الامتحانات.
فروحت الصبح بدري حوالي الساعة 7 كده، فلقيت الطابور شغال، فلقيت البنت واقفة موطية على الورقة كده عشان المية تنزل بتاعت المطر، نقط بسيطة يعني، فهي خايفة الورقة تتعك. فقلت لهم يا جماعة طب ازاي الإدارة التعليمية ما تعملش حتى مظلة؟ قال لك والله ما فيش إمكانيات. قلت لهم خلاص نعمل لكم مظلة، والحمد لله عملناها، ممكن دخلت في حوالي 20 لـ25 ألف جنيه مظلة برضك، يعني يعتبر مسرح إذاعي في مدرسة ميت الحلوج. برضك رحت المدارس قلت برضك عايزين نشوف التعليم برضك في مصر ايه مشاكله، عشان برضك اخش مع حاجة اسمها تعليم. رحت لبعض المديرين المدارس، ايه يا جماعة اللي عندكم مشاكل؟ قال لك والله يعني من ضمن المشاكل اللي عندنا ان احنا ما عندناش طبعة نطبع بها الامتحانات. طب يا جماعة نعمل ايه؟ رحت الإدارة التعليمية، قال لك والله الاعتمادات ما فيش. فالحمد لله ربنا يسر لنا الامر ان انا اشتريت حوالي 12 طبعه، تكلفه الطبعه ممكن من 7 لـ8 آلاف جنيه. رحنا جبناها برضك في كام مدرسه، في تكيرنس وفي مترومي وفي البلد عندنا هنا وكذا. بس هي كانت في مشكله بتواجهني، بس ان انا مثلا النهارده اجيب طبعه المدرسه، تاني يوم الاقي مدير المدرسه اتحول للتحقيق. طب مين اللي حول التحقيق؟ قال لك امن المدرسه بلغ امن الاداره ان في احد يا عم مرشح مين ده، انا لسه قدامي سنه ونص، وهل هبقى عايش ولا ميت ولا هل هبقى كذا؟ قال لك لا، قال لك اي واحد منتوى للترشيح. طيب منتوى قبلها بسنه ونص. فجاه بص الاقي مدير المدرسه للاسف الشديد يتحاكم ويتحاسب بثلاث ايام خصم من راتبه. ده جزاته انه وفر ايه؟ طبعه يرفع بها عن كاهل المواطن او كاهل الابن اللي موجود في المدرسه. قلنا مش مشكلة، وبرضو بدأنا ان احنا نتكلم مع الناس اللي فوق شوية، يا جماعة عشان خاطرنا احنا بنتبرع لله مش لحاجة تانية، وكل حاجة بنعملها صدقة على والدي او والدتي او اخويا او جوز اختي. برضو رحنا مدرسة برضو في حصة اسمها الدونك، قال المدير المدرسة قال لي والله الناس بتنط من الشبابيك والبيبان بتاعت الكنترول مفتوحة. طب عايز استاذ الفاضل؟ قال لي والله انا عايز باب حديد وشباكين حديد، تكلفتهم كذا كذا. طب حاضر من عيني. رحنا جبنا الحداد واشتغلنا وخلصنا له المدرسة. بعدها بيوم لقيت مدير المدرسة بيقول لي شوف يا باشمهندس أنا اتحولت للتحقيق. طب يا باشا اتحولت للتحقيق ليه؟ قال له والله، قال له عشان أنت دخلت واحد، يا جماعة ده لسه سنة ونص أو سنتين عن الانتخابات، الله أعلم أبقى عايش ولا مش موجود، والله أعلم ممكن الظروف تتغير ما انزلش. طب المهم بدأت إننا نعمل إيه؟ مساعدات في المدارس وكذا وكذا، والحمد لله نجحنا في الموضوع ده بفضل برضك دعوات الناس. يعني برضك مستشفى نجير عندنا، برضك رحنا للدكتور قال والله كرسي الاسنان مش موجود والناس قاعده كتير قدام الاسنان، طب ايه ظروف المشكله يا دكتور؟ قال والله كرسي الاسنان عندنا بايظ بقاله سنه او سنه ونص وبنشتغل بيه بالعافيه كده، فايه المطلوب؟ قال لي كرسي اسنان. قلت له حاضر. برضك اشتغلنا، فلقيت الموضوع ان انا ممكن اقدر اعمل حاجه للناس. طب طب ليه بقى ان انا فعلا اخوض الانتخابات وان انا على الاقل ممكن اوفر خدمه للناس؟ والحمد لله جايز معروف عن والدي الله يرحمه، وانا برضو يعني معروف ان احنا بنحب الخدم، بنحب نخدم الناس. فدخلنا برضو في موضوع الغارمات، برضو ناس كتير جدا قالوا لي يا باشمهندس معلش والغارمات ومش الغارمات وكذا وكذا. طبعا والله سددنا حاجات كتير للناس، بس للاسف الشديد ان بتوع القروض بيضحكوا على الناس، بيسهل لك القرض بصوره البطاقه، الناس بتستسهل الموضوع ده وتروح تاخد القرض ب 10,000 والراجل ما بيشتغلش او راتبه مثلا بياخد في الارض 30 جنيه ولا 20 جنيه ويجي يبص اخر الشهر مطلوب منه 700 800 جنيه. فاضطريت ان احنا برضك نسدد قروض، دخلنا والله في حوالي 1.5 مليون. ماشي. بس برضك انا 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 انا, أنا شاب لسه وبرضك عايزين نعمل خدمات للناس. انا عندي اكتر من 200 حاله اللي وريتهم لك دلوقتي، اكتر من 200 حاله. وعندنا برضك عملنا برضك كام عمليه قلب مفتوح للناس برضك، والله وعندي اكتر من 20 حاله، وبرضك عندنا علاجات وعندنا كذا وعندنا كذا. فمن فين التقصير؟ قال لك التقصير من الناس اللي ايه؟ اللي هم المرشحين. طب انا اولى باهل بلدي ان احنا نوفر لهم صحه، نوفر لهم تعليم، نوفر لهم سبل كتير في على الاقل يحسهم ان الدوله بصلهم. هدخل مع حضرتك في البرامج، في البرنامج عموما وفي كل الاقسام اللي احنا دي هنتكلم فيها.
بس حضرتك قبل ما تبدأ ذكرت بعض المشاكل وبعض الحاجات البسيطة في كيرنس وكده. بعد ضم شربين أو بني عبيد وشربين وكيرنس كدائرة واحدة، دائرة كبيرة متوسعة، عايزة شخصية قوية تقدر ان هي تستطيع ان هي تلم الدائرة كلها بشكل موحد. حضرتك شايف الدائرة دي كلها محتاجة ايه من عضو مجلس النواب القادم؟ هما ثلاث مرشحين بعد ما احنا عملنا العديد من التقارير هنا، محتاجة ايه من الثلاث مرشحين اللي ان شاء الله ربنا يحالفهم الحظ وينجحوا؟ برضك بكلمة واحدة، عايزة واحد يخاف ربنا في الناس. عايزة واحد، انا او الستة او الخمسة واربعين مرشح، واحد يخاف ربنا في الناس. انا خلي بالك انا كنت نازل الانتخابات قبل كده، يعني قلت خلاص انا هنزل، ومن فترة 3 4 5 شهور يعني قلت انا مش هنزل الانتخابات. ليه؟ الحمل تقيل جدا وخفت ان انا اثر، فقلت والله استخير مرة واثنين وثلاثة واشوف هل يعني الاستخارة يعني هتجيب معانا ان انا فعلا ربنا يوفقني واخدم الناس. فلقيت ان الموضوع مسهل يعني، فده كان برضك من ضمن الحاجات اللي يسرت الامر، سواء بقى شربين او اكثر او اقل مش هتفرق. اهم حاجة ان الناس يكون عندها ثقة في الانسان اللي نازل، ثقافته، هل الانسان ده فعلا هيعمل ما يعملش، هل الانسان ده فعلا عنده خبرة في مجال العمل العام او السياسي. عندنا خبرة النهاردة، ما ننجح النهاردة في دولة تانية وانجح في حياتي، ماشي، اذا انا عندي الخبرة. الخبرة عبارة عن ايه؟ تجربة حياة. تجربة حياة زي ما قلت حضرتك كده، هي تجربة حياة. واحنا معلش الغربة 10 أضعاف اللي انت قعدته في مصر في التجارب اللي هنا، ماشي. عايز ارجع بقى لحضرتك للنقطة دي، مهمة جدا عشان نعرف السادة المشاهدين في مصر كلهم اللي بيتابعونا دلوقتي، تجربتك مع العمل الخاص او في الغربة في السعودية، يعني احكي لنا للشباب اللي بيشوفنا، بدأت ازاي؟ ايه هي الخطوات اللي انت بدأت بيها؟ الصعوبات اللي قابلتك، الطموحات اللي كانت عندك وقدرت بفضل الله تحققها؟ صلى على رسول الله. اولا الطموحات، انا ليا سقف طموحات لا محدود، وده ممكن سبب نجاحي برضو. اولا التزامك مع الناس، فالتزام بيجيب ثقة، ماشي. النهاردة انا ما سافرت، معلش انا بطلع الشغل الساعة 6 الصبح او 7 الصبح، ارجع الساعة مثلا 5 او الساعة 6 المغرب، بخش بيتي اقعد على الكمبيوتر شوية، اشوف اي حاجة، اثقف في اي حاجة، وشكرا. الناس اللي معايا يا دوبك يروحوا البيت، معلش 5 دقايق يلبسهم وينزلوا يقعدوا على الكافية وعلى اياه، ماشي. النهاردة هو ده اقصى طموح، انه يقعد على القهوة ويقعد على كذا. لكن انا اقصى طموحي ان انا كان ليا سقف طموحات ان انا في يوم عايز ابقى حاجه في البلد دي، فده ممكن هو يعني الطموح هو نجاح. واجهتك صعوبات كتير طبعا، تحديتها ازاي؟ لا بالصبر بقى، يعني شوف انا قايف تفشل مره، فشلك هو نجاحك للعلم. فشلك مش انك تقضي، لا، فشلك هو نجاحك. خلي دايما الفشل بتاعك هو طريق النجاح. انا وقعت ومعلش ما خدتهاش كده بمعلقة ذهب يعني. والد الله يرحمه كان راجل برضك يعني من الناس الكويسين في البلد وحالته كويسة، ومن الناس اللي كان برضك تجار وكذا، بس برضك انت برضك والدك لو معاه ملايين وانت انسان ما عندكش طموحات او ما عندكش، هتعمل ايه؟ هتصرف الفلوس اللي والدك سابها لك وشكرا. لكن انا كان ليا سقف طموحات عالي جدا، وتدرجت في كام حاجة في السعودية واشتغلت واجتهدت لغاية ما وصلت في اللي انا فيه. طيب نرجع للانتخابات. ابرز المشاكل اللي حضرتك ذكرتها من شويه الغريمات، وده جزء بيخص المراه. لو اتكلمنا على المراه في الانتخابات ودور المراه في الانتخابات مهم، لكن ايضا المراه بتبقى محتاجه العديد من الامور. حضرتك شايف دور المراه في الانتخابات ده ازاي؟ وايه هو الدعم اللي ممكن يتقدم للمراه في الفتره اللي جايه، مش بس الغريمات او المطلقات او الارامل، لكن بتكلم على المراه بشكل عام. شوف انا اقول لحضرتك حاجه، ناخد تجربه نجاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح بالمراه بالظبط، ماشي. وانا برضك بعمل زيه كده، نجاحنا برضك هيبقى نجاح برضك قول 50% مراه. ليه؟ المراه الوقت عاد لها دور، والمراه دي ده بنتي واختي وامي.
وعاد لها كيان الوقت موجود. ومعلش في ظل وجود سياسة زي السياسة اللي موجودة حاليا، هي عادت لقي نفسها في العمل العام، ولقي نفسها لها دور في البلد دي. يعني النهاردة قايمة 25% نساء، إذن المرأة عاد لها دور، ودور قوي جدا ودور فعال. المرأة النهاردة عاد مثقفة، يعني النهاردة المرأة ما عادش بس ان انت تاخدها تحط صوت علمي لفلان وفلان. انا سألت كم واحدة ست هتحط حضرتك يمين صوتك، قالت لي لفلان وفلان وحضرتك. قلت لها طب انت اخترتني ليه؟ قالت لي عشان حضرتك عملت كذا وانا حاسس انت صادق. اذا هي بتختار النهاردة. المرأة الاول كانت مثلا تروح الانتخابات جوزها يقول لها اخوها كذا كذا، اه تعالي حط لفلان، فخلاص بتحط لفلان حسب رغبة جوزها. النهاردة لا، ورا الستارة هي بتحط اللي عايزاه. طبعا النهاردة عشان تبني دولة زي ديت، هي عمود البلد دي هي المرأة، عمود البلد دي هي 90% منه، مش عايز اقول لك 50، خليها 90% منه المرأة. المرأة اللي هتعلم ابنها الادب، المرأة اللي هتعلم ابنها الاخلاق، المرأة اللي هتعلم ابنها حاجات كتير جدا. فما انت بتعلي سقف طموحات المرأة، انت بتعلي معاها برضو سقف طموحات تربيتها لولادها. بس في بداية التعريف مشاكل المستشفيات وبعض الاحتياجات الخاصة بالمستشفيات، واحنا في مصر والعالم كله شاهد جائحة كورونا والعديد من الحاجات، منظومة الصحة في محافظة الدقهلية في مركز بقى شربين وكنس وبنعبيد، حضرتك شايف محتاجة ايه ممكن من نائب البرلمان القادم، وممكن حضرتك لو ربنا قدر لك النجاح تقدم ايه؟ صلى الله على رسول الله. نخش في كم مشكلة سواء في الوحدات المحلية التابعة لمركز كرنس، سواء الوحدات المحلية تابعة لمركز بن عبيد، وسواء الوحدات المحلية اللي تابعة لشربين. لو جبت كده قرية بتيجي تبص تلاقي كل مشكلة هي في القرية دي، هي في القرية دي، هي في القرية دي، ما فيش فيها حاجة جديدة. يعني اذا المشكلة فين؟ في علامة الوصل ما بين الشعب وما بين الجهات السيادية في الدولة. النهاردة لما تلاقي مشكلة عامة في كل المراكز وفي كل القرى، اذا العيب مش في القيادة السياسية او في كذا، لا، العيب في همزة الوصل. انت النهاردة لو انت ما وصلتليش ان الطريق ده بايظ، مين اللي هيجي يبص عليه؟ النهاردة احنا بنقول عضو مجلس الشعب من اساسياته الرقابة، الرقابة على الموازنة العامة والرقابة على الحكومة والرقابة على ماشي. اذا فقد النهاردة الدور ده، لو فقد الدور ده انت ما تدورش على حاجة تانية. النهاردة لما تيجي تبص النهاردة في عقد اللي هو بيعمل تطهير في المصارف والترع، وبند العقد مكتوب فيها بند واضح على مقاول التطهير رفع ناتج التطهير بمعرفته لجهة آمنة. النهاردة بيجي تبص تلاقي على كل الترع والخوارج وداخل البيوت وداخل البلاد وداخل كذا، يشيلها ويرميها على السك وتنشف وترجع تاني تنزل في الترع تاني ماشي. وتيجي تبص في العقد بتاعه تقول لك ان هو سلم الدفعه بتاعته، يبقى مين المقصر؟ عضو مجلس الشعب. لان النهارده الراجل ده ماشي على الطريق مره واتنين، اذا ما كانش عارف ان في العقد بتاع المقاول كذا كذا، اذا هو غير اهل للموضوع ده. دي ابسط مشكله بتقابلك هي ماشي. النهارده مشكلة مقلب الزبالة بتاع ديكيرنس، واتكلمنا عنها برضك في قنوات، واتكلمنا عنها برضك، وعندنا الحلول وعرضنا الحلول. لكن المشكلة ان انت ما انتش حاجة، ما معكش سلطة عشان تفرض. انا عندي مشروع، اتفضل خلصه. ايه المشروع اللي احنا بنقول عليه؟ ان انا قلنا ان احنا ممكن نعمل من مقلب الزبالة اللي موجود كوم على مساحة فوق الكام فدان في ديكيرنس ونستغله. ده من العلم مقلب الزبالة حرق الجثث في المقابر، والمحافظ جه شافها بعينه، المحافظ السابق والحالي واللي قبل منه جه شافوها. هل اتجهوا مثلا لعقليه شاب مثلا، تعالوا يا جماعه شوفوا ايه، ادونا حل، انا جبت له الحل ومش هيكلفه حاجه، بل بالعكس هيدخل ميزانيه المحافظه فلوس. حضرتك ذكرت مشكله الزباله وقلت ان هي ليها حلول، ايه الحل اللي ممكن يتقدم او فكرتك ورؤيتك للمشكله القمامه؟ ماشي. انا قدمتها لمين؟ الجهات اللي حضرتك قدمتها والله قدمناها للجهات اللي هي المختصه في المحافظه يعني، وللاسف المشروع اترمى يعني. انا على ما انا سمعته يعني قلنا يا جماعه احنا عندنا حل بسيط خالص، وهيوفر للمحافظه كمان حوالي 20 مليون جنيه،
ومش هن... مش طبعا هم جابوا قبل كده مقايسات وقال لك واحد جابوا كم مقاول قبل كده عشان يرفع القمامه ديت بمبالغ طائله يعني تعدت ال 30 مليون جنيه. قلت لهم لا انا عندي الحل وحل بسيط جدا، بس في خلال 3 4 سنين او 5 سنين اقضي على مقلب القمامه دي نهائيا، بل بالعكس هيتعمل تحت منه فوق او فوق على الارض بتاعته مشروع يخدم به دي كيرنس ويبقى مشروع لاجيال قادمه يعني. قلنا ان احنا عايزين ناتج التطهير ان المقاول بيطلعه بيرميه بيسيبه على الطريق، لا في بند العقد ناتج التطهير يسلم لاحمد حسين خطاب بمعرفته وما ياخدش المستخلص بتاعه الا لما التوقيع والختم بتاعي عليه. هعمل ايه بقى بناتج التطهير اللي هو الطين؟ يعني ان احنا هنغطي به مقلب الزباله عشان الماده الوحيده اللي ما بتحرقش بالنار او بتثرش بالنار هو الطين. هنضطر نعمل جوه مقلب الزباله هنعمل زي شبكه فاير فايتنج اللي هو زي اعمال حريق اللي انت بتشوفها في السقف ديت، هنحط بسمكات معينه بشغل معين بشغل ميكانيكا يعني، هنحط في قلب الكون ده المواسير بارتفاعات معينه على حسب الايه الموجود، وهنعمله على خزانات وفلتره، وهنسحب غاز الميثان. الغاز ده طبعا رغم ان هو غالي جدا ادي حاجه، الغاز ده له شغل كتير جدا في مواد النظافه، واحيانا بيخش في الادويه واحيانا بيخش في التعقيم. فاذا انت يبقى عندك، ما انتش عندك عيب، لا ده انت عندك حاجه مشروع هيخدم به البلد. ونقفل المقلب ده خالص وما عادش ايه ونسيب النار تاكل نفسها، بل بالعكس هنحط فيها مواد كمان تزيد من اشتعال الايه النار والدخان عشان ايه الحاجات تتحلل اللي فيه، والباقي الحاجات الباقيه هنضطر ان احنا نروح بقى على الصحراء الغربيه نفحر زي ما احنا بنشوفها في السعوديه، يفحر على مسافات معينه ويردم ايه المخلفات الباقيه، او وان شاء الله مش هيبقى في حاجه مخلفات باقيه يعني. وطب الوقت الارض ما عادش ينفع ان حد يعمل عليها مشروع، لا احنا ممكن نعمل خوازيق على ارتفاعات معينه على حسب الـ 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 الهلاك اللي حصل في قلب الارض 30 متر و40 متر و60 متر، في برضو شركات كبيره تقدر تعمل لنا الحاجات ديت. وبعد كده هنعمل عليها ايه ناتج الردم برضو يطلع ويترمى فين في قلبها لغايه اما تخليها ارض متينه زائد الخوازيق اللي بتتعمل في الارض، اعمل عليها مشروع استثماري، فرع الجامعه، فرع الكليه، فرع مبنى خدمات سكنيه، اعمل عليها برضو برجال اعمال ممكن يعملوها. بس برضو بنقول ان انت النهارده بتدي زي ما احنا هندي للدوله، احنا بنقول احنا النهارده المشروع مثلا بيتكلف مثلا 50 مليون 30 مليون، يبقى الدوله تاخد مننا نسبه واحنا ناخد نسبه، حتى عشان تدي حتى كمان ان اللي نازل رجل اعمال يشتغل ويبقى عنده دافع ان هو يشتغل، لانه برضه هيبقى حاجه مربحه. فده بالنسبه لمقلب الزباله في كيرنس. مهندس احمد حسين خطاب مرشح مجلس النواب عن دائره الشرقيه لكيرنس بني عبيد رمز الهليكوبتر. برحب بحضرتك تاني. عشان ربنا يخليك. كنا بنتكلم عن مشكله القمامه والتكلفه الخاصه بمشكله القمامه قبل الفاصل. هل حضرتك المشروع اللي حضرتك كنت اتكلمت عنه ده ميزانيته والتكلفه الخاصه ممكن رجال اعمال يشارك ايه؟ ايه العائد اللي ممكن يجي منه؟ والله هو العائد اللي فيه يعني الحمد لله كويس، وكان قبل كده انا سمعت من سنين يعني ان هم المحافظه عملت دراسه ان هي تشيله اصلا، وجت شركات عايزه تشيله، شركه عايزه 30 مليون، وشركه عايزه 20 مليون، وفي شركه وسط 50 مليون. فبدل ما احنا نهلك في حاجه زي كده، طب ما احنا نستفاد زي ما قلت لحضرتك بالحل ده، وانا مش هكلف الدوله حاجه، انا هاخد ال 30% و 40% من صافي الارباح بتاعه المشروع، وانا اللي قائم بالمشروع، والدوله مش هتخسر حاجه. المشروع فشل هو بتاعي، نجح هو بتاعي برضه، بل بالعكس في نجاحه الدوله هتستفاد. ماشي. عندنا برضك مشكله المستشفيات، مستشفيات كيرنس العام نقص امكانيات بطريقه صعبه جدا، يعني لو في مريض داخل ياخد ابره بيقول له روح اشتري الابره من بره. فين وزاره الصحه من الكلام ده؟ فين وكيل الصحه في الداخليه هو على علم بالكلام ده؟ مستشفى شربين، انا قبل كده في نائب دخل مستشفى شربين وعمل مشاكل. يا سياده النائب قبل ما تخش المستشفى وتهين دكتور، شوف الاول ايه المشكله اللي عند مدير المستشفى، شوف المشكله الاول حلها ازاي، يعني شوف ايه اللي عنده، شوف عنده اجهزه، شوف عنده دكاتره، موفر دكاتره، شوف عنده ايه نقص في الخدمات، وخد الرساله بتاعته وديها للموزيره
وعرضها على وزير او الجهات او الجهات المختصه. ما عرفتش تحلها، روح لرئيس مجلس الشعب عندك واعمل له استجواب. ايه التقصير في دي؟ يعني ايه التقصير في كده؟ لو كل مسؤول عرف ايه اختصاصاته وايه دنيته، صدقني والله الناس هتبقى مرتاحه. النهارده اما انا رحت ابو جلال امبارح ورحت خط الالف وخط الشربين، انا بجد بقيت حزين وانا راجع، بجد كره معدومه. فين اعضاء مجلس الشعب في الفتره اللي فاتت دي كلها؟ مش هنقول بقى الفتره اللي فاتت الخمس سنين، لا، واللي قبلها واللي قبلها. حضرتك كنت بتعمل جولات الخاصه بيه في كره شربين، كره التنس بن عبيد. نبدأ بشربين، يعني لقيت ايه الكره، احتياجات اللي ممكن تكون محتاجاها، وممكن عضو مجلس النواب يقدم ايه للناس؟ يا باشا انا قلت لحضرتك عضو مجلس همزه وصل ما بين الشعب وما بين الحكومه. بالظبط. طب همزه الوصل دي اصلا ما بلغتش. النهارده انت عندك طرق معدومه، قرى معدومة الطرق، فين البنية التحتية بتاع الطرق ديت؟ النهاردة جه اعتماد لرصف طريق مثلا ابو جلال، ماشي. انا كراجل ايه الدور الرقابي بتاعي؟ ان النهاردة المهندس دخل يشتغل، لو سمحت يا باش مهندس اديني الجساد بتاعة الطريق ديت مظبوطة ولا لا، لان كل الوصول كل 3 متر او 4 متر او 6 متر يعمل جسة في الطريق، يعرف هل ده مواصفات عالمية ولا مش مواصفات عالمية، هل الطريق متكوك صح، هل الطريق ده بعد فترة هيفسخ الطريق، طب لو فسخ الطريق طب ايه نعمل له ايه؟ لازم نعمل له سند، السند اللي احنا بنسميها التدبيش. انا امبارح وانا في ابو جلال معدي، التدبيش اللي موجود اصلا كلها اكتر اقل من سنه وهيقع في الترعه تاني. اولا الاسمنت مضروب، النهارده الاسمنت مضروب، فين دور الوحده المحليه بتاعتهم؟ مفيش رقابه على الشغل ده. ما ده برضك من ضمن الاهمال، يعني من ضمن التقصير من وجهه نظر حضرتك على من عضو مجلس النواب بان هو بيوصل الرساله بس. طيب لو جينا اتكلمنا عن الشباب، دور الشباب مهم في مصر بشكل كبير جدا، لكن الشباب بيواجه ازمات واهمها البطاله وعدم التشغيل وحاجات كثيره خاصه. الرؤيه بما ان حضرتك رجل اعمال ومرشح لعضو مجلس النواب، رؤيتك ازاي ممكن نقضي؟ انا بتكلم على الدائره بشكل خاص والبطاله في مصر بشكل عام، ممكن نقضي عليها ازاي بما ان حضرتك عندك خبره؟ ماشي. اولا الشباب ما عادش عندهم ثقه في 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 الناس اللي شايلين مسؤوليه الانتخابات او عضو مجلس الشعب او اكثر او اقل، ما عادش عندهم ثقه فيه. احنا دلوقتي بنحاول نكلم الشباب في البلاد ديت، وبنحاول ان احنا برضك نوفر. النهارده قلنا في كام قاعده برضك مع الناس، في ترعه في وسط البلد معديه، وتعداد البلد ديت عدت 16 18 الف نسمه. طب ما احنا ممكن نروح للمحافظه ونردم الترعه ديت حتى على حسابنا احنا الشخصي، ماشي، وبتكلفتنا بس تحت، وبعد كده نعمل عليها كم مشروع لخدمة الشباب. تمام. ماشي. اذا انت وفرت ايه؟ حاجة للشباب. النهاردة ممكن في اراضي دولة كتير جدا ومنهوبة، النهاردة ممكن تعمل مشروع محترم برضو بدعوة رجال اعمال، هنعمل مشروع كذا كذا، رجل اعمال 50% والدولة 50%، الدولة تقدر ان هي تعمل حاجة زي كده. كده انت هتاخد ثقة الشباب تاني. لكن النهارده الشباب على اي مكان بقابلهم، انت هتنجح؟ لا مش هتنجح. ليه يا جماعه؟ الدوله اللي عايزاها تجيبه، وفي الاخر احنا مالناش دور. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه في الحته دي، وده اللي قاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان هو اصر وقالها في اكتر من مكان ان هو مش مع حد، هو مع الجميع، مع كل الامور كل نزاهه وكل شفافيه. هل حضرتك برضه، وهقولها لك تاني، حضرتك مؤمن بشفافيه الانتخابات الموجوده حاليا؟ شايفها بجد ماشي في طريق صح؟ والشباب يقدر ان هو يتحدى؟ كلنا اكيد بنشتغل في خدمه الوطن، صح؟ اكيد حضرتك نازل الانتخابات عشان تخدم اهل دايرتك، واهل دايرتك دول من مصر، يعني من جوه الوطن. شايف ان في فعلا قوه للشباب وقوه في نزاهه الانتخابات دي؟ الثقه دي اهم حاجه اللي بنوجهها للشباب من برنامج بكره احلى، ان ما حدش يتخيل ان في الوقت الحالي ان ممكن حد يطلع يقول لا ده فلان اللي ناجح او ده اللي هينجح. لا فعلا في
الناس اللي هتدي اصواتها للناس اللي هتنجح هتنجح وفي شفافيه جدا في الانتخابات الحاليه. كنت عايز اعرف برضو راي حضرتك، ده بالنسبه لي مهم جدا. والله شوف بقى عايز الحقيقه يعني اتفضل. الانتخابات ما فيش فيها تزوير، لكن هو فيها في تزوير لاراده الشعب واراده الناس. ازاي؟ انك تاخد الناس الغلابه عشان هم محتاجين كرتونه ولا محتاجين مبلغ 50 جنيه او 100 جنيه وتلعب على حاجه الناس وتخليهم يغيروا ارادتهم، انت راجل خاين للوطن. ماشي. الحاجه الثانيه، النهارده كان قبل كده الشورى عقوف الناس على نزول الانتخاب ادى فرصة ان الاحزاب تعمل تكتلات وفعلا تاخد الانتخابات، ما فيش فيها مشكلة. اذا العامل الاساسي مش تزوير الانتخابات، العامل الاساسي تغيير ارادة الناس. ممكن نتحدى ده ازاي؟ ممكن نحاول ان احنا نغير من العادات دي ازاي؟ الانتخابات احنا عاملين الانتخابات هي معركة شرسة، دور الشباب كل واحد بياخدها بطريقته، بس ممكن احنا نغير من ده ازاي كشباب؟ من حضرتك بتقول للشباب ازاي ممكن نغيره؟ دور الشباب، الشباب عليه توعيه، الشباب عارف مين الراجل اللي بيعمل والمثقف، الشباب عندهم اراده من حديد، بس للاسف الشديد احنا عايزين ندولهم دور. وانا وعدت قبل كده ان احنا هندو دور وهنوصل صوتهم للقيادات العليا وللسيد عبد الفتاح السيسي، مش هنسكت، انا مش هسكت. النهارده احنا هننزل الناس الانتخابات وان شاء الله الناس عندها ثقه فينا، والحاجات اللي احنا عملناها من قبل الانتخابات ماشي، ونتكلم ونقول احنا عايزين وعايزين 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 وعايزين. صاحبك مصطفى، فالنهارده احنا بنقول ادونا فرصه، انا بقول لاهلي في اي بلد ادوني فرصه، خلونا شوفونا نثبت وجودنا في الخمس سنين الجايين دولت، هتشوفوا فعلا حاجه على ارض الواقع، هتشوفونا فعلا بنعمل على ارض الواقع. انا قلت في كل شهر هنعمل في كل وحده محليه او في كل مركز، ناخد شربين مثلا الشهر ده، هقعد في كل وحده محليه مع الناس، يا جماعه ايه المشاكل اللي عندكم عشان اقدر احلها. وبرضك قلت لهم اعملوا لجنه شعبيه، لان انا لوحدي مش هعمل. ماشي. النهارده انا بقول يا جماعه وقفوا في ظهر الشباب المره دي، الشباب عايز يعمل حاجه. النهارده انا راجل عندي 41 او 42 سنه، يعني عايز انجح الدوره دي والدوره اللي بعدها من غير ما اعمل دعايه. احنا اخترنا احمد خطاب ليه؟ الراجل ده عمل، ودي اللي انا عايز اغير فكره الانتخابات عن الناس، ان انا عايز اقول ان الراجل ده هو نازل يخدم فعلا المواطن في شربين وفي تكرنس وفي بني عبيد. الرساله الاخيره اللي ممكن حضرتك تقدمها لاهل الدايره، انا عايز اقول سؤال تاني. معلش يعني لو اتكلمنا عن الشباب والمراه، بس لو عايزين نتكلم عن المعاشات والناس الكبيره، جزء المعاشات ده جزء بيهم ناس كتير في المجتمع في مصر بشكل عام. ممكن التشريعات والقوانين الخاصه بمجلس النواب، بما ان حضرتك يعني ممكن ان شاء الله يقدر لك النجاح ان شاء الله، ممكن المعاشات دي، طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحاول ان هو يقدم بعض المعاشات زي تكافل الكرامه، لكن من وجهه نظر حضرتك ممكن قوانين جديده تقدر ان هي تحمي اصحاب المعاشات في الفتره الجايه؟ والله خلي بالك المعاشات بتطلع كل شهر بالتريليون، يعني مبالغ ضخمه جدا، ودي سكينه في ظهر الدوله. طبعا لها حلول كتير جدا وعندنا لها حلول كتير جدا وهنقدر نحلها ان شاء الله. عايزين يعني النهارده نرفع عن كاهل الدوله برضو بعض الاحتياجات. النهارده في مشاريع قوميه ممكن تنفذ فعلا، بس ما بتوصلش للقيادات السياسيه عشان نقدر ندخل بها داخل ان هو يسد حاجه الناس ديت. النهارده المعاشات خلي بالك زي ما قلت والله سكينه في ظهر البلد، وان شاء الله مشكله المحافظ محافظه الدقهليه بيشتغل على قد ما بيشتغل، له الاحترام وله التقدير، وبعض الحاجات ممكن ناخدها بعاطفيه او بحاجه يعني بحساسيه شويه، لكن موقف من المواقف احنا اكيد ما بنقبلوش، في مواقف ثانيه ممكن نقبلها. لكن عايز اقول لحضرتك جزء بسيط مهم، ان دور الشباب دور مهم جدا في مصر وفي المجتمع، والرساله بتوصل في الفترة الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. عايز أعرف من حضرتك الرسالة الأخيرة لأهل الدايرة،
وتقول لهم ايه في عملية التصويت والانتخابات والمشاركة السياسية بشكل عام؟ احنا بنشجع الناس ان هم ينزلوا انتخابات، تقول لهم ايه وتوجه لهم رسالة خاصة من قلب المهندس احمد حسن؟ والله باشا انا بتكلم بقلبي الحمد لله، ما فيش بيني وبينك الحمد لله. يعني اي سؤالتين سألت لي اجيب بيه الحمد لله، انا من ساعة ما قعدت معاك وهم الناس عارفة طبيعتك. انا عارف ده واضح في الحوار بالظبط. اولا انا بقول للناس حطوا ثقتكم في الشباب، حط ثقتك في الانسان اللي هيشتغل فعلا. انت لو هتاخد كرتونه ولا هتاخد فلوس انت بتضيع بها مستقبل بلد 5 سنين تاني قدام. ما تقولش النهارده الراجل نجح ما عملناش حاجه، لانه جاء يعني انت اللي حطيته في المنصب ده، فانت هتتحمل اعباء ال5 سنين الجايين. انا بقول لاهلي ولاخواتي وفي تكرنس وفي شربين وفي بني عبيد، عشان خاطري اختاروا صح، اختاروا فعلا الشخص اللي عايز يعمل، اختاروا فعلا الشخص اللي عنده فكر ونفسه يبني. انا لما سالت في احد المرات كده، انت عندك برنامج انتخابي؟ قلت له يا حبيبي انا ما عنديش برنامج انتخابي، لان البرنامج الانتخابي هو مختص بالجهات التنفيذيه فقط، اللي هي زي المحافظ وزي رئيس الجمهوريه. اما انا عندي رؤيه للاصلاح، عندي رؤيه اللي انا بشوفها بعينيا، نفسي ان فعلا ان كل بلد تتطور. فانا بقول للناس وعشان خاطري اختاروا المره دي صح، ما تخلوش حد يغير ارادتكم. انتم اغنى واغلى من الفلوس، انتم اغلى واغنى من كرتونه تشتروا وتباعوا بيها. انا ثقتي في اهلي دايرتي الحمد لله ناس كلهم، يعني دخلت بيوتهم اكترتهم وشفت الناس نفسها فعلا من اللي انا اتكلمت معاهم نفسهم يعملوا حاجه، وان شاء الله هيدونا فرصه. يعني من كلامهم معايا ان هم هيدونا فرصه، وفعلا انا بقول ادوني فرصه بس 5 سنين، وال5 سنين التانيين لو نزلت فاقرب مقلب زباله ارموني فيه. لا حضرتك ده بالعكس، يعني دي رؤيه شبابيه وبتخوض المعركه الانتخابيه ان شاء الله بشرف ونزاهه، وبنتمنى لحضرتك التوفيق. استاذ احمد حسين خطاب، رمز الهليكوبتر رقم 11، مرشح الشباب في دايره شربين وتكرنس وبني عبيد، احنا كنا سعداء مع حضرتك النهارده جدا، ونشكرك على حسن الضيافه، وسعداء ان احنا عملنا مع حضرتك الحوار ده. اولا انا اللي بشكر حضرتك انك جيت بلدي، وعلى الاقل توصل صوتنا للجهات السياديه ان احنا فعلا البلد دي محتاجه. استاذ احمد ثابت، نورت الوحده المحليه بالكامل، لا ده انت نورت تكرنس، لا ده انت نورت الدهليه بالكامل. انت وطائم الاعداد بتاع حضرتك والمخرج الجميل، انا بشكركم على جيدكم، بشكركم على ان ادتوني فرصه او مساحه ان انا اتكلم من قلبي. ان احنا اللي نشكركم مش انت اللي تشكرني، وربنا يقدرني واكون قد الكلام اللي قلته، وربنا يعيني على خدمه الناس، والله الموفق. بنشكرك جدا، بنشكر حضراتكم. حلقتنا انتهت، بنتمنى للاستاذ احمد التوفيق، وبنشكركم اعزائي المشاهدين، وان شاء الله نلتقي في حلقات جديده من برنامج بكره احلى. تابلت.
المتصادقة خديجة خالد محمد الشحات. يا جماعة ده فرح، اللي طالع يتكرم يتكرم. الجو بقى يدف نفسه. المتسابقة إيمان عبد الوهاب كامل. المتسابقة عائشة محمد حشيش. المتصابق مسعد محمد مسعد. المتصابق إبراهيم زعبل. سافر معنا. المتصابق محمد ياسر عبد الله يوتيوب. المحاسب المتصابق حسام السيد البدوي. المتصابق يوسف علي يوسف الإمام. المتصادقة أسماء رضا محمد. المتصادق محمد حمدي عرفان. يا جماعة أنا لما بقول سقفوا نوع من أنواع التشجيع، شجعوا يا جماعة، ربنا يعني يكرمنا جميعا. والله إن الغيرة الغيرة تدب في قلبي. راح ذكر ماشي التوفيق يا حبيبي قلوبنا معاك التوفيق. المتصادق احمد رامي سعد. المتصادق عابد رضا المتولي. عايدة رضا المتولي. المتصادقة حنين عمرو. حنين عمرو سقف الحنين يا جماعة. المتسابقة رغد أحمد. أحمد سلفة جماعة رغد. المتسابقة روجينا أحمد. أحمد يا
المتسابقة رماس محمود. سقف يا جماعة الرماس. على فكرة أخي أحسن واحد هيسقف أنا واقف على المصحف. المتسابقة سعاد علي أحمد. الإخوة والأخوات، إن هذه المتسابقة، إن هذه المسابقة، إن هذه المسابقة لا تقل قيمة عن المسابقات العالمية التي نشاهدها عبر شاشات التلفاز والتي نسمع عنها عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. وإنه لشرف لهذه المنطقة أن يخرج منها ابن من أبنائها يحب كتاب الله عز وجل وأهل المنطقة. فأقول في حق المهندس أحمد حسين خطاب يجب عليه أن يستمر في هذه المسابقة لكي يشجع الأشبال والبراعم على حفظ كتاب الله عز وجل. وأقول في القرآن الكريم، يقول ربنا جل وعلا في خواتيم سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران. من يتتعتع في قراءة القرآن له أجران عند الله عز وجل. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: